بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم يا شباب هنتكلم عن شابتر 4 أو الفصل الرابع من كتاب Fundamentals of Database Systems. شابتر 4 بيتكلم عن موضوع اسمه Enhanced Entity Relationship Modeling أو اختصارا الـ EER. لو تاخد بالك شابتر 3 اللي احنا لسه مخلصينه كان بيتكلم عن الـ Entity Relationship Modeling أو الـ ER Modeling. الـ ER موديل كان عبارة عن إيه؟ كان طريقة أو كان بيوضح لنا إزاي نعمل موديلنج أو تمثيل للـ Entities اللي موجودة عندنا والـ Relationships أو العلاقات اللي بين الـ Entities دي وبعضها. شابتر 4 بيتكلم عن حاجة اسمها Enhanced Entity Relationship. طبعًا Enhanced دي يعني مطور أو محسن أو في إضافات. فمعنى إيه الكلام ده؟ معناه اللي هنا عبارة عن امتداد لشابتر 3 بس هنضيف على الموديل اللي احنا استخدمناه بعض التفاصيل وبعض الكونسبتس الاساسيه اللي احنا كنا يعني غضينا الطرف عنها في شابتر 3 وبعض الفيتشرز الزياده اللي هستخدمها عشان اعمل موديلنج لداتابيزز او قواعد بيانات اكثر تعقيدا شويه. في قواعد بيانات يمكن يكون محتاج نركز فيها على تفاصيل اكثر شويه، ففي الحاله دي اللي هيسعفنا في هذا الموضوع هو الـ EER أو Enhanced Entity Relationship Model. خلاص؟ فإحنا في شابتر 4 مش هنتكلم عن حاجة غريبة أوي يعني، لكن هنركز بس عن بعض التفاصيل الزيادة اللي إحنا هنضيفها على الـ EER Model. ماشي؟ فمش عاوزك تنزعج وتحس إن الموضوع صعب. طيب، أولًا زي ما قلنا كده الـ EER معناها Enhanced Entity Relationship or Extended ER. ماشي؟ extended او enhanced يعني مطور او محسن او في امتداد زودناه على الـ ER العادي اللي انت عارفه. طيب ايه بقى الكونسبتس الجديده او ايه المفاهيم الجديده اللي انت هتركز عليها في الشابتر ده؟ قال لك في حاجات اسمها سب كلاس وسوبر كلاس، في حاجه اسمها سبيشاليزيشن وحاجه اسمها جنراليزيشن، في حاجه اسمها كاتيجوريز او يونيون تايبس، وفي حاجه اسمها اتريبيوت اند ريليشن شيب انهيرتنس. دي الكونسبتس الاساسيه او الزياده اللي هنضيفها على الاي ار موديل اللي حضرتك عارفه ودرسته في شابتر 3. ماشي؟ فخلينا نبدا وتلاقي الموضوع ده كله بسيط خالص، يعني كل حاجه من دي ابسط من الثانيه. اول موضوع هنتكلم فيه هو السب كلاسز اند سوبر كلاسز. يعني ايه بقى سب كلاسز ويعني ايه سوبر كلاسز؟ اولا خلينا نتفق على بعض الاشياء الاساسيه. اول حاجه الانتيتي عندي هو ايه؟ قال لك an entity is defined by the attributes it possesses and the relationship types in which it participates. بالعربي يعني ال entity بالنسبة لي هو مجموعة ال attributes اللي بيملكها ال entity ده ومجموعة ال relationships اللي بيشترك فيها ال entity ده. بمعنى آخر خلينا ناخد مثال بسيط. ال entity اللي عندي اللي اسمه employee اللي احنا اتكلمنا عنه كتير في شابتر 3 هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة الاتريبيوتس اللي انا بجمعها عن الامبلوي ده زي النيم والسكس والبيرث ديت والاس اس ان والادرس وما الى ذلك، وكمان مجموعة العلاقات اللي بيشترك فيها الامبلوي ده زي العلاقة بتاعت وركس فور مثلا اللي هو كان بيعمل في الديبارتمنت الفلاني، وركس اون اللي هو كان بيشترك او بيعمل في البروجكت الفلاني، ومثلا علاقة الإدارة أو المانجمنت اللي لما كنا بنقول إن الموظف ممكن يدير قسم أو على الأكثر. فدي مجموعة العلاقات اللي بيشترك فيها الانتيتي. فالانتيتي بالنسبة لي هو عبارة عن الحاجتين دول، الاتريبيوتس اللي أنا جمعتها عنه والعلاقات اللي هو بيشترك فيها. ماشي؟ ده مبدئيا. طيب بيقول لك in many cases في بعض الأحوال an entity type has different subgrouping of its entities that are meaningful and need to be represented explicitly. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك في معظم الاحوال الامبلوي مثلا او الانتيتي اللي انت حددته ده جواه انتيتيز مختلفه، جواه سب جروبنجز، جواه مجموعات مش كلهم بنفس الطبيعه. مثال الامبلوي مثلا انا عندي من ضمن الامبلويز دول ناس سكرتاريا سكرتاري وناس انجينيرز مهندسين وناس مانجرز، صح؟ وناس بيقبضوا راتبهم شهري وناس بيقبضوا راتبهم
بالساعه، وناس بيقبضوا راتبهم على اساس المشروع او الكونسلتيشن الاستشاريه استشارات، صح ولا لا؟ فاذا اما اجي اقول امبلويي واسكت، ده ممكن في بعض الحالات ما يكونش كافي، في بعض الحالات محتاجين نصنف الناس اللي جوه الامبلويز دول، اللي جوه الامبلويي انتيتي ده، او بمعنى اخر انا ممكن يكون داخل الانتيتي الواحد سب جروبنج بتتكون من بعض الانتيتيز داخل هذا الانتيتي نفسه. ماشي؟ واضح؟ طيب فالتصنيف اللي احنا عملناه دوت او السب جروبنج اللي احنا طلعناها من الانتيتي الاساسي بنطلق على كل سب جروب من دول كلمه سب كلاس، والانتيتي الرئيسي بيطلق عليه سوبر كلاس. خلاص خدت بالك بقى؟ يبقى السوبر كلاس هو الانتيتي الرئيسي اللي احنا ادرجنا تحتيه كل الموظفين مثلا، لو هو احنا بنتكلم على الانتيتي اللي اسمه امبلوي، يبقى هو اللي ادرجنا تحتيه كل الموظفين، ده هو اسمه ايه؟ السوبر كلاس بتاعنا. لكن انا لما طلعت تصنيف بعد كده او عملت مجموعات للسكرتارية ومجموعات للمهندسين ومجموعات للمديرين ومجموعات للناس اللي بتقبض راتب شهري والناس اللي بتقبض راتب بالساعة وهكذا، اصبح كل سب جروب من اللي انا طلعتهم دول بيطلق عليها ايه بقى يا جماعة؟ سب كلاس. ماشي؟ وضحت كده الفكرة دي ولا مش واضحة؟ طيب بص كده على الرسمة دي او شوف المثال ده. هنا مثلا بيقول لك الامبلوي اللي عندي زي ما انا قلت دلوقتي ممكن اقسمهم او اعمل لهم جروبنج، اقول مثلا فيهم ناس سكرتاريا، فيهم ناس انجينيرز، فيهم ناس تكنيشن وهكذا، فيهم ناس مانجرز، فيهم ناس سالاريد امبلوي بتاخد راتب بالشهر، فيهم ناس بتاخد بالساعه وهكذا. فاذا داخل الانتيتي الواحد في بعض الجروبس او بعض الحالات الخاصه اللي بتفرق عن باقي الايه اعضاء هذا الانتيتي. ماشي كده؟ فكل مجموعه من دول او كل جروب من دول انا بطلق عليهم لفظ سب كلاس. ماشي يا شباب؟ شوف الرسمه دي، اهي الرسمه دي هتوضح لك الدنيا. ادي انا كان عندي الانتيتي اللي احنا كلنا متفقين عليه، اللي احنا اشتغلنا بيه حتى في شابتر 3، ادي الامبلوي. لكن في الكيس الخاصه دي في حالتنا اكتشفنا ان لا والله، هو الامبلوي دوت جواه مجموعات زي السكرتري اللي بتتميز عن باقي الامبلويز ان انا ليها اتريبيوت اسمها تايبنج سبيد. وعلى فكره التايبنج سبيد دي مثلا اللي هي طبعا بالعربي يعني سرعه الكتابه، دي بيسموها لوكال اتريبيوت. بيسموها ايه يا جماعه؟ لوكال اتريبيوت. يعني ايه لوكال اتريبيوت؟ يعني الاتريبيوت اللي اسمها تايبنج سبيد دي لا تخص سوى مين؟ سوى السكرتري، فهي لوكال بالنسبه للسكرتري. طيب وفي مثلا اتريبيوت اسمها تي جريد بالنسبه للتكنيشن، وفي بالنسبه للانجينير انج تايب او نوع الهندسه اللي هو فيها، اللي هو مهندس ميكانيكا ولا مهندس كهرباء ولا مهندس مدني ولا ايه. ماشي؟ ولقينا برضو اللي انا ممكن اصنف الامبلويز حسب الراتب، فقلت ان في ناس بتاخد راتب شهري وفي ناس بتاخد راتب بالساعه. فكل واحده من دول، كل سب جروب من دول اللي حضرتك شايفهم دول، بيطلق عليهم سب كلاس، والامبلوي الاساسي ده بالنسبه لهم بيطلق عليه الايه؟ السوبر كلاس. خلاص عرفت يعني ايه سوبر كلاس وسب كلاس؟ موضوع بسيط خالص. طيب بالمره بقى ده هنا واقفين في الرسمه دي، انا عاوز انبهك لحاجه، ان هنا الوضع اللي حاصل بين السوبر كلاس والسب كلاس هو نوع من انواع الانهيرتنس. يعني ايه موضوع الانهيرتنس ده؟ يعني خلي بالك التكنيشن ده او الانجينير هو اي نعم ليه لوكال اتريبيوت اسمها انجينير تايب، لكنه هو عامل انهيرتنس من كل الاتريبيوتس اللي موجوده في الامبلوي. الله، يعني ايه برضو؟ يعني خلي بالك ان الانجينير مش الاتريبيوت بتاعته اسمها انج تايب بس وخلاص، لا، ده الانجينير ليه النيم والاس اس ان والبيرث ديت والادرس اللي هم موجودين في الامبلوي زياده عليهم الانج تايب دي، زي الانهيرتنس اللي انت درسته في البرمجه. انت درست في البرمجه ان في كلاس بيبقى فيه اتريبيوتس معينه او فاريبلز معينه، ثم اما باخد منه انهيرتنس في كلاس تاني كاني بالظبط خدت نسخه من كل الفاريبلز وكل الاتريبيوتس اللي فوق حطيتها في الايه؟ في الكلاس التاني او اللي هو اسمه درايفد كلاس، صح؟ نفس الكونسبت هنا. السب كلاس ده واخد انهيرتنس من السوبر كلاس. واخد انهيرتنس يعني ايه؟ يعني واخد كل الاتريبيوتس اللي فيه، كمان واخد كل العلاقات اللي فيه، العلاقات اللي هو مشترك فيها. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا لو الامبلوي دوت الانتيتي اللي اسمه امبلوي داخل في علاقه اسمها وركس فور مع الديبارتمنت، يبقى برضه الانجينير داخل في هذه العلاقه، التكنيشن داخل في هذه العلاقه، السكرتري داخل في هذه العلاقه وهكذا. خلاص خدت بالك؟
ماشي. يبقى اذا السوبر كلاس والسب كلاس العلاقه اللي بينهم بتقول ان في انهيرتنس، يعني اي سب كلاس بيعمل انهيرت لكل الاتريبيوتس اللي موجوده في السوبر كلاس بالاضافه لكل الريليشن شيبس اللي مشترك فيها السوبر كلاس. ماشي كده خلاص، ادي كده السوبر كلاس والسب كلاس بتاعي. طيب في ملحوظات مهمه جدا، بيقول لك ايه، ا ممبر اوف ذا سوبر كلاس كان بي اوبشنالي انكلودد از ا ممبر اوف اني نمبر اوف اتس سب كلاسز. يعني ايه؟ بيقول لك الممبر اللي موجود في السوبر كلاس، يعني انا لو عندي انتيتي موجود في السوبر كلاس ممكن يكون ممبر في اكثر من سب كلاس. ينفع الكلام ده؟ اه ينفع. شوف المثال ده كده، مثلا السالاريد امبلوي، الراجل اللي بياخد راتبه بالشهر ده هو از اولسو ان انجينير belongs to the two subclasses engineer and salaried employee، صح ولا لا؟ يعني انا لو عندي موظف راتب بياخد راتب شهري، اذا يدخل تحت اني سب كلاس؟ تحت السب كلاس بتاع السالاريد امبلوي. طب لو هو بياخد راتب شهري وكمان انجينير يبقى برضه هيخش مع السب كلاس اللي هو بتاع الايه، الانجينيرز، صح ولا لا؟ يبقى اذا ممكن هنا يجمع الممبر بتاع السوبر كلاس، الانتيتي اللي موجود من ضمن السوبر كلاس ده ممكن يكون عضو في اكتر من سب كلاس، مفيش مشكله خالص. شوف المثال الثاني ده، بيقول لك طيب لو سالاريد امبلوي هو از ان انجينيرنج مانجر، يبقى هنا راجل بياخد راتبه بالشهر يبقى دخل مع السب كلاس بتاع السالاريد امبلويز، وكمان انجينيرنج مانجر يبقى هو اصلا انجينير يبقى دخل مع السب كلاس بتاع الانجينيرز، وكمان مانجر يبقى دخل مع السب كلاس بتاع الايه، المانجرز، صح؟ يبقى اذا ممكن يدخل في اكثر من ايه، من سب كلاس، مفيش مشكله خالص. الملحوظه الثانيه المهمه، قال لك it is not necessary that every entity in a super class be a member of some sub class. اه مهمه جدا دي، مهمه جدا، وليها تفسير هتشوفه دلوقتي على الرسم. بيقول لك ان لو في member في السوبر كلاس مش شرط ابدا، مش لازم يكون member في اي sub class، مش لازم. يعني ايه؟ يعني مثلا انت عندك الامبلويز هنا، لو انا عندي امبلوي في السوبر كلاس ده، هل لازم يكون سكرتري او تكنيشن او انجينير او مانجر؟ لا. لما انا عندي ناس مثلا امبلويز مراسلي، عندي ناس امبلوي ويعتبر عندي امبلوي وهو مثلا فراش، عندي امبلوي مثلا وهو عامل نظافه، هل دول يخضعوا لاي تصنيف من التصنيفات اللي انت حطيتها عندك دي او اي سب جروب من دول؟ لا. يبقى اذا ممكن يكون ممبر في السوبر كلاس ولا يكون عضو في اي من هذه السب كلاسز. خلاص كده؟ يبقى انت عندك دلوقتي تو كونسترينز مهمين، او في قيدين مهمين، ان الممبر في السوبر كلاس ممكن يكون عضو في اكتر من سب كلاس، والكونسترين الثاني او الملحوظه الثانيه المهمه ان ممكن يكون ممبر في السوبر كلاس ولا يدخل ضمن اي من هذه السب كلاسز. ماشي كده؟ تمام. ادي طبعا خلاص احنا شفنا الرسمه دي قبل كده، هنا اهو بيقول لك الامبلوي وادي التصنيف اللي هو عمله. الزياده هنا بقى اللي عاوزك تاخد بالك منها، الجوب تايب دي، ايه الجوب تايب دي؟ دي بيسموها يا جماعه الديفايننج اتريبيوت. بيسموها ايه يا جماعه؟ الديفايننج اتريبيوت، وفي ناس تانية بيسموها الديسكريميشن اتريبيوت. الديفايننج اتريبيوت او الديسكريميشن اتريبيوت دي معناها ايه؟ معناها دي الاتريبيوت اللي تم على اساسها تصنيف السب كلاسز دي. يعني مثلا ايه، لما جيت دلوقتي قسمت الامبلويز لسكرتري وتكنيشن وانجينير، ده كان بناء على ايه؟ بناء على نوع الوظيفه، صح؟ فاذا الجوب تايب دي او الديفايننج اتريبيوت دي هي الاتريبيوت اللي على اساسها تم هذا الايه، التصنيف. وبالتالي لو انا جيت قلت ان جوب تايب سكرتري فهتجه ناحيه السب كلاس ده، لو قلت ان الجوب تايب ده تكنيشن هتجه ناحيه السب كلاس ده، لو قلت ان هو انجينير هتجه ناحيه الايه، السب كلاس ده. ماشي يا شباب؟ واضح الكلام ده؟ تمام. ننتقل للكلام عن الاتريبيوت انهيرتنس، واحنا قلناه خلاص، وقلنا ان اي سب كلاس بياخد انهيرتنس من الاتريبيوتس والريليشن شيبس كمان اللي موجوده في الايه، في السوبر كلاس.